أنا شخصياً نشأت على كراهية شديدة لكل أشكال الوساطة والمحسوبية، ومؤمن تمام بأن التغاضي عن الأخطاء سأخير يا باشا كانت صغيرة لجريمة وجريمة لا تغتفر لأنها جريمة فساد وإفساد مع سبق الإصرار والترصد. معالي الوزير، اسمح لي أتجرأ وأسألك سؤال يحمل بعض الخصوصية. تفضل. هل قمت سيادتك بنقل سيادة اللواء وجيدة الأسيوطي حرم سيادتك إلى ديوان الوزارة كنوعا من العقاب الرادع، نعم أم لا؟ نعم. نعم. تالي دي مسألة عادية جدا، حصل خطأ، حصل تحقيق، حصل الجزاء. ولكن معليك، بيتردد في أروقة الوزارة أن العقاب كان أشد من الخطأ. بتالي ده قراري أنا، وكان هيتنفذ على الكل. والله بتبقى حركات، بتبقى حركات كده في الأدر بتتسوى يعني. ربنا يسهل، ربنا يسهل. طب أنا حزيع سر ولأول مرة، أنا ليا ابن ضابط في الداخلية، محدش إطلاقا يعرف إنه ابني، حتى أقرب الناس ليا في المكان اللي بيشتغل فيه. لما جه يقدم للشرطة قدم بنفسه، معرفتش إلا لما تجاوز كل الاختبارات. لما تخرج ودوه السلوم، وبعدين ودوه الصعيد، وبرضه ما تدخلتش في سيرة العملية إطلاقا. عم يضحكوا، عم يبكوا والله، عم بيدلوا. نهار اسواح رغبته اللي تلاقت مع رغبتي. قال الرغبة بتتلاقى مع الرغبة، الجواز هو إجابة قبول. قال لك سعيد إيه يا عم وسلم، إيه سعيد أو سلم، خليها في سرك بقى، معروفة. إيه يعني هو ده تلاقي ابنه دي مسنطره في قلب أمن الدولة، ولا حطه في المطار، يعني هو هيتمرمط زي ما إحنا كده متمرمطين يا أولاد. يلا صدقوا بالله أنا هقول لكم على الحكاية، بس الكلام اللي هقوله ده ما يطلعش بره، بره المكتب ما يطلعش. ها إيه؟ ابنه دي شغال مع واحد عقيد صاحبه كده، الروح بالروح بيحكي لي على كل حاجه، بيدعى لك بيدعى لك، بيحكي لي عنه بلاوي. الواد اتم بيمسك كده، هو كده هو نافخ نفسه زي الديك الرومي، بيدعى لك بيمسك النسكافيه، بيشرب نسكافيه زي ابوه، والمديله في ايد التانيه، يفضل يلف في ايده يشرب كده ويلف كده، هو ناكل شعره من غير لا كاب ولا بتاع ولا حاجه. هو الواد ده بيتعامل مع كل القيادات على انه هو الوزير. يا سيدي الوزير، اي والله يا سيدي والله يا سيدي. سيدي يا باشا،